مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم البيك قارب ينتهي، 12 يوم مسرح البيك، 12 يوم. يبدو لي في ناس كثيرين متوترين من هذه اللعبة. زي اوكي عندنا ينحل دينامك، اوكي جدا اوكي بنشوف. والثاني يقول لعبتنا حلوة، الأول نوب قال لعبتنا حلوة، اوكي لعبتكم زق. بعدين قال لعبتكم حلوة، بعدين نوب قال لعبتكم حلوة، لعبتنا حلوة. فلازم العناد بين يخش نوب كذا ينرفز ويعاند اوكي يا اخي اللعبة مرض اوكي. هذا سكيل اليوم الفجر اوكي. فبنشوف هذه المباراة اول شيء. هذا مباراة بالحرب طبعا، انه ملعب ساحة يعني وصلت 5600، هذا طموحي حاليا تقريبا. يعني ممكن اليوم نبدأ نرجع ندوس بالساحة، الله أعلم. بالبداية روما هذا، بعدين رومين. المشكلة أمير، أنا تركيل الأمير وين؟ ما يصد الأمير غير الأمير يعني. إذا كان شوف كمية المضادات طبعا، أنا بتجن من جن ولسه ما بدينا، لسه ما شفنا ال أوكي. ما ادري شكله السايكل عنده اسرع لانه ما قدرت الحق العب البرق. انا العب امير، طبعا بيلعب امير، عارفين انك عنده امير، عنده نافق اسهم، عنده هياكل مدرع، عنده صواعق. ف اللي ما حسبت حسابه انه عنده هجوم. انا قلت هذه كل بطاقة واكيد يعني، شفنا اشياء مهوله يعني، اشياء كثيره. الحين لازم افجر المفجر عشان طبعا ما لحقت افكر الا وهو هاجم، يعني هجمه مرتده، هجمه خطافيه. طبعا انا هجومي ايضا نفس الشيء يعني حطاب. فهذا النظام الان، قتلت المفجر طبعا عشان نحافظ على الارواح. هنا تقريبا خلاص مستحيل تنصد، ولا والله صديناها. فحلو حلو، في امل. 23 ثانيه ضربه برق ان شاء الله. طبعا هذا كان توقعي، هذا كان توقعي، لكن وين التسلا؟ وين التسلا؟ ما هي موجودة تسلا. فعنده السايكل أسرع يعني، شفنا من طاد وبعدين شفنا تسلا بالبداية، وبعدين المباراة الآن الحمية تولعت. والله عندنا ضربة من الأمير مشكلة. الآن لازم نهجم. هو نفس الشيء أيضا، أوكي عنده الصواعق مشكلة. ذول الصواعق ما ينفع لهم البرق، ما هو زي رامسي هام تضرب برق على واحد، ذول الثلاثة فمشكلة. الآن هنا بدأ الرعب. أمير مع رامي سهام، نقتل هذا ونحط الحطاب. زي ما قلنا لكم مشكلة الصواعق. الآن شوف كيف، شوف التوتر، من التوتر ضربت وشوف القهر، شوف 81. والله أنا قاعد أحاول أرجع لأنه حاس إني بخسر. أوف 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 أوف، بالأخير 81 جاء نافخ أسهم بالوسط. كان ممكن يعني، ما أدري كم ضربته وكم معدل ضربته وكم سرعة ضربته. 81 كان ممكن، أيوه والله كان ممكن يشيل التاور أكيد. الحين لعبتكم أكيد كلب حمام، وهذا ما الآن قرب إذا المغرب. شوف كيف نوب فاز. خلنا نتأكد بس من التسجيل، كيف نوب فاز على هذا؟ هذا ايش هذا؟ ميجانا اوف 4.6 ميجانايت غولم ميني بيكا، كل هذا 4.6. ف طبعا انا احيانا العب غولم مع بيكا ايضا 4.6، ف ما استغرب صراحة يعني، مو بهالدرجة. بس هذا ميجانايت وميني بيكا ايضا يعني، ف هذا ليش يعني الموضوع شوي
وايضا في تنين كهربائي يعني شوي ثقيل يعني 5 اكسير. ف يعني في جلد في من بيكا وفي ميجانات، ف لكن نوب ما يعصب، انسان شخصيه من ابرز الشخصيات اللي ممكن تشوفها باللعبه، ف لازم يلعب من بيكا طبعا. تنين كهربائي مشكله انها الميني بيكا من قبل ما يوصل، فمشكلة خصم عنده غنم وانت لعبت الميني بيكا فعلا مشكلة يعني. اوكي هنا كوخ عشان نصد الغنم، احد الحلول ولعب هذا عشان ما ادري ايش عشان نصد هذا وما نسوي هذا. اوكي اوف اوف اعصار ما ادري ايش ولا سوى شيء يعني، فمشكلة كبيرة. الحين دفع للموت، دفع للنهاية، ما في غير كذا يعني. يا لطيف تني كهربائي بيسوي دمج. اوكي جاء جره هنا، جره هبله. ف لا والله الان خذ مباراه، خصم جاب التعادل بالوقت كيف ما ادري كم كان ثانيه بالضبط، اتوقع بالصفر بالضبط. لا والله ناخذ مباراة الآن والله من جد. شهادة تنين كهربائي تنين من بيكا وهذا، فمستحيل العملاق اوف 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 العملاق كهربائي ما عدى، بس المين بيكا عدت. الآن الخصم من التوتر قاعد يهجم الميجانايت يعني. اوف كوخ قفص الغيناد 3 اكسير صد الميجانايت 7، متخيلين كيف؟ أنا قاعد أطلب قفص غينان الآن هذه الأيام لأنه هو الوحيد اللي باقي ما هو عندي يعني مجمع فيه. فروعة مباراة، روعة رائعة جدا، أخلاق ممتازة، ممتاز. ماذا أقول لك عندي والله من جد لعبة زي أوكي نشوف إيش بيصير لهم بعدين. نوب ما شاء الله 5 كان اليوم الفجر 5666 يعني كان فرق بيني وبينه 50، الآن أنا 5616. نوب لا بغى دعس، فما شاء الله لعب الحرب. الآن الساعة 6 مساء الثلاثاء 8 رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباريات حلوة. إلى اللقاء.